بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح موسم الحج. هذا نصها. حضرة خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نكتب إلى مقام أخينا العزيز حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، معبرين عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتواصل نجاح موسم الحج، مؤكدين لأخينا العزيز بالغ تقديرنا واعتزازنا بما تولون حفظكم الله وحكومتكم بذله عاما بعد عام من جهود مخلصة في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرم، تسهيلا عليهم في أداء مناسك وشعائر الحج وتوفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمن والأمان لهم منذ بدء وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم، وقد أتموا فريضتهم بكل الراحة والإطمئنان. وأننا لنضرع إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة الكريمة وأمثالها على أخينا العزيز حضرة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق وعلى أمتنا العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، معبرين عن بالغ الفخر والاعتزاز بما يربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر القربة والمودة العميقة، وتشهد عليها مواقفكم النبيلة والعظيمة الداعمة للبحرين في مختلف المواقف والظروف، مشيدين بالدور المحوري الذي يطلع به بلدنا المملكة العربية السعودية بقيادتكم الحكيمة المظفرة في خدمة كافة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، وبما يعكس ما تتمتع به السعودية من مكانة مرموقة، سائلين الله عز وجل أن يحفظكم على الدوام سالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.